رياضة كرة القدم النسائية في السعودية أصبحت تستحوذ على الكثير من الاهتمام، واهتمام البنات بالتحديد، بين الحلم والطموح والاحتراف. حاولنا نقرب الصورة أكثر بزيارة خاصة لفريق النورس لكرة القدم النسائي، وخرجنا بهذا التقرير. أنا شاركت في دوري كرة القدم للسيدات، وكان حقيقة دوري جدا ناجح، وفخورين بهذا الدوري والاهتمام من وزارة الرياضة لكرة القدم، وإن شاء الله يا رب أنه نحقق إنجازات وطموحات أعلى من كذا يا رب. حقيقة أنا مبسوطة أني انضميت مؤخرا لفريق النورس السعودي، ولاحظت أنه بوجود كوتش أحمد حمدي مدرب اللياقة معتمد، خبرته جدا واسعة، وكثير لاحظنا التطور سواء من جهة أو من جهة اللاعبات، تطور جدا ملحوظ. طبعا بوجود الكادر الطبي في فريق النورس جدا مهم للاعبات، وبداية موفقة صراحة أنا أشوفها للنجاحات في فريق النورس. طبعا أي وحدة تبي تلعب كرة قدم عندها أساسيات مهمة، طبعا التأهيل البدني جدا مهم في كرة القدم، الكادر الطبي جدا مهم، الإدارة والمنظمين الفنيين والإداريين في كل فريق جدا مهم، لأنه يساعد اللاعب على تطوير مهاراته. اشتركت في فريق النورس عن طريق صحباتي، قالوا لي انه في فريق جديد وتعالي شوفي، مش لازم تنضمي بس تعالي شوفي، شوفي كيف التمارين عندهم، اذا حابه بعدين تنضمي تقدري تنضمي في الفريق. فللامانه تقريبا رابع يوم اليوم لي، فوالله الامانه مره حبيت التمارين عندهم، فكره التمارين، المدرب ما شاء الله الله يعطيه العافيه ما قاعد يقصر معايا ومع الفريق للامانه. شوفي للامانه انصح الجميع، مو بس رياضه كره القدم، اي رياضه تحبها اتمنى انها هي تروح وتعطي نفسها فرصه وتطلع كل ما عندها. ف الله يسر التوفيق للجميع للامانه والله. في العادة نحن جالسين أول حاجة نحن نسخن، لازم نسخن، وتدريبات لياقية، لأن لازم اللاعبة تكون يعني عندها تدريبات لياقية. أول ما يجي الكوتش نحن نسخن، طبعا نسخن ربع ساعة نص ساعة، وبعدين نلعب شوية، يعني لو ما جاء نحن نلعب ونسوي فريق. طبعا فريق النورس فريق حديث في الدوري النسائي، وطبعا احنا شغالين معاهم، انا استلمت الفريق لنا في خلال الشهر هذا، شغالين معاهم في دوري كمعد بدني انا، لانه المشكله اللي صادفتنا في الدوري النسائي السابق انه كان المستوى اللياقه في جميع الفرق مستواهم جدا نازل، لانه اكثر التدريب كان على طول دخلوا على الشغل الفني لانه ما كان في وقت. لكن نحن بدينا معاهم هذه السنه باذن الله راح نبدا معاهم التدريب اللياقي لما نرفع مستوى اللياقه، لانه اذا ما رفعت مستوى اللياقه راح يجيهم في الشغل الفني ما راح يتطوروا في الشغل الفني اذا مستوى اللياقه مو عالي عندهم. ونحن شغالين الان معاهم بطرق حديثه طبعا في التدريب، طبعا في عندنا واحده من اللاعبات ركبنا لها جهاز البليميكر، جهاز البليميكر هذا يقيس لك سرعه اللاعب، يقيس لك قوه رجل اللاعب، الرجل اليمين كم استخدم الكوره برجله اليمين، اللمسات في رجل اليسار، كم سبرنت فك. عندنا برضو تقنيه لمبه الاحساس، طبعا راح نستخدم بعد ما ننتهي من تمرين الشوت، راح نطور فيه عمده الاحساس والتركيز.